بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب، السادة الوزراء. أريد أن أحيط المجلس علما، طبعا أنا كنظن بأن كاع السادة اللي كيحضروا لهذا البرلمان غيكونوا شاهدوا من قريب أو من بعيد ما يقع بالمقابل مع البرلمان. كاين هناك احتجاجات، وقفات واعتصامات اللي كدار في شارع محمد الخامس، وكان واحد المدة كنعقل كل مرة كنا كنجيو نثيروا هذه القضية، وفطنت الحكومة على أنه ليس هناك فقط وسيلة العصا، فدخلت في واحد المنطق آخر ديال الحوار، لكن للأسف الشديد رجعت مرة أخرى لهذه الوسيلة. هذه ما وقع أيام 14 و15 دو جنبير 2010 أمام البرلمان، واللي خلف حوالي 300 إصابة، ودخلوا بأبشع الوسائل. الصور ها هي، جبتها كل الصحف، ها الصور. هادشي غير هادشي ما عنده حتى شي منطق، ما عنده حتى شي منطق، بل أنهم مابقاوش كيكتفيو حتى بالوسائل اللي عندهم، اللي معطيه لهم هاد رجال الأمن، معطيه لهم وسائل كيستعملوها. واحد المسؤول أو مسؤولين كيستعملوا لي مانغو ديال البلاط، وهما مصورين، هما مصورين. هذا غير معقول، غير معقول. ودابا ما كفاتكش هذيك الوسيلة، ما كفاتش كاع، ما كفاتك كتضربهم بهذيك الوسيلة وما كفاتك جبتي وسائل أخرى. علاش كتشوف فيا أنا؟ علاش أنت حيت رئيس الجلسة، أنت حيت رئيس الجلسة السي نور الدين، فما كفاش هادشي كله، جبنا وسائل أخرى. يعلم الله من بعد شنو غنجيبو في الأسبوع الجاي، واش غنجيبو الفيسان ولا غنجيبو وسائل أخرى. هذا منكر، ما كيطالبوا بشي حاجة كثيرة. باش كيطالبوا؟ هاو كيطالبوا وضع سياسة عمومية واضحة المعالي ومحددة المعايير في توظيف الأطر العليا، كيطالبوا بالتعجيل بعملية التوظيف مع بداية السنة المالية 2011 وما نأخروهاش بحال 2010، كيطالبوا بالتدبير الشفاف والنزيه لهذا الملف من طرف الحكومة بعيدا عن المنطق الزبونية والمحسوبية كما وقع مع فوش 2010، حيث لا تعرف من استفاد من 400 منصب من أصل 1259. كيطالبوا بالوضوح والمسؤولية، كيطالبوا وفاء الحكومة بالتزامات ديالها والوعود ديالها، خاصة الرسالة ديال الوزير الأول ديال 2009 اللي كيقول بتخصيص 10% من المناصب المالية كل سنة توظيف أطر المعطلة المعتصمة. المطالب كانت مطالب بسيطة معقولة، فعلاش غادي نمشيو للوسائل اللي هي في حقيقة الأمر كتشوه سمعة المغرب؟ شكرا سيدي الرئيس.